بسم الله، دي أول تجربة لينا يا جماعة. هنحاول على قد ما نقدر نفهم بعض، واللي مش قادر يفهم حاجة أنا موجود معاكم عشان تسأله. درسنا النهاردة الكشف في المعجم. في ناس منكم عارفة بعض المعلومات عنه، في ناس ما تعرفش حاجة خالص. يعني إيه معجم؟ المعجم نقصد بيه قاموس أو الدكشنري اللي انتوا بتقولوه بلغتكم انتم، كتاب كبير جمعنا فيه كلمات كتير بمعانيها، بالجموع بتاعتها، بالمؤنث، بالمذكر. طيب ازاي اقدر اعرف المعجم وازاي اقدر اكشف على كلمة؟ يعني اكشف عنها، اخرج معناها من وسط كلام كتير جوه المعجم. لو عدينا يعدي المليون كلمة. طيب هم ساعدوني النحاة او مجمعين المعاجم. معظم المعاجم اترتبت ترتيب ألف بائي زي ما احنا بنقول، أو ترتيب هجائي زي ما الكتب كتبت. يعني إيه ألف بائي؟ يعني حسب ترتيب ألف ب ت س ج ح وأنت ماشي كده، تمام؟ فلو حضرتك مش حافظهم مضطر تروح تحفظهم، ولو مش حافظهم نزل أغنية من على اليوتيوب جميلة كده ألف ب ت س وابدأ احفظهم. طيب بعد الدش الكتير ده، السؤال هيجيلي في الامتحان إزاي؟ وده اللي يهمني. السؤال المعتاد، أين تكشف في المعجم عنه؟ ولازم نحط هنا ملحوظة، سؤال الكشف المعجم أساسي السنة الجاية في تالتة إعدادي، وأساسي ثانوية عامة، وللأسف مش هيتشرح تاني، فلازم نفهمه من دلوقتي كويس أوي. إيه خطوات الكشف في المعجم؟ أنا عايز أكشف عن أي كلمة أيا كان، المفروض أعمل إيه؟ قالك بص يا سيدي، أول حاجة هنرد الكلمة لحروفها الأصلية. ما أناش فاهم حاجة يا مستر، يعني إيه أردها لحروفها الأصلية؟ فاكر الميزان الصرفي والفعل المجرد والفعل المزيد؟ انت لازم تعرف ايه الحروف الاصليه اللي الكلمه بتتكون منها. طب وانا اعرف ازاي؟ ما انا علمتك، هتجيب الفعل الماضي. لو الماضي بتاعك ثلاث حروف ما فيهمش زياده خير وبركه، يبقى هم دول الاصليين. لو الماضي اربعه او خمسه او سته يبقى في عندي حروف زياده او يمكن يكون مجرد. تمام كده؟ في اي مشكله؟ طيب لو جينا نتكلم، انا دلوقتي عايز مثلا اكشف عن كلمة زي كلمة كتبة او كلمة الكتاب، مديني كلمة الكتاب وعايز اكشف عنها، اكشف عنها فين؟ قالك امرها بسيط، احنا هنجيب الفعل الماضي منها. الفعل الماضي يا استاذ كتبة، حروفه كلها اصلية ولا فيها زيادة؟ تمام، سمعك يا يوسف بتقول اصلية، ماشي ده كلام جميل. تبقى الإجابة عندي إيه؟ أكشف عنها في مادة، سامعين كلمة مادة ديت؟ شايفينها كويس؟ مادة الكاف الت الب. يا مستر يعني إيه مادة؟ إحنا معرفناش يعني إيه مادة. برضو أمرها سهل. المادة إن شاء الله اللي هي الحروف الأصلية للكلمة، الحروف الأصلية للكلمة. هتقول لي يعني إيه الحروف الأصلية للكلمة؟ يرجع للمجرد والمزيد، تعرف إن في حروف أصلية مجرد ثلاثي وفي حروف بيتزاد عليها. فمثلا انا عندي كلمه زي كلمه تراث، كلمه تراث يقول لك مادتها ايه؟ مادتها وراثة. طب وانا عرفت منين؟ ارجع الفعل الماضي الاقي ورثة. طب كلمه استخرج عايز اعرف مادتها، الف سين تاء، دي حروف زياده ارميهم بر كانهم مش موجودين. يفضل عندك مين يا سيدي؟ يفضل عندك خرجة، يبقى المادة بتاعتها ايه؟ خرجة. ها لحد دلوقتي في مشكلة؟ اللي عنده سؤال يسأل، انا مستني شوية اهو عشان ارد. لو ما عنديش مشكلة، في طريقة تانية في الكشف غير ان اقول المادة. المادة هقول له انا هكشف عنها في باب وفصل مع مراعاة. ايه اللي انت بتقوله ده يا مستر؟ بص يا سيدي، الحرف الاول سموه باب، سموه باب، يعني المعجم متقسم بعدد الحروف الأبجدية 28 باب، تمام؟ بتبدأ من باب الهمزة، وراها باب الب، باب الت. طب بالراحة معايا، يعني إيه باب؟ الحرف الأصلي الأول سموه باب، طب والحرف الأصلي التاني سموه فصل، تمام؟ مع مراعاة الحرف التالت. إديني مثال، أنا عايز أكشف عن نجحة، تمام؟ وإن شاء الله يكون مصيرنا كلنا النجاح بعد الهم اللي إحنا فيه دلوقتي. طيب هنكشف عنها في مادة ايه؟ مادة النون والجيم والحاء زي ما انت شايف، او في باب، باب مين بقى؟ النون، فصل الجيم مع مراعاة الحاء، تمام؟ في اي مشكلة؟ طيب
هننقل لمرحلة تانية. أنا كده عرفت إزاي هبدأ أكشف إن لازم أرجع، بقول تاني أرجع الكلمة لحروفها الأصلية، وده مش هيجي غير عن طريق الفعل الماضي، تمام؟ وبعد ما أجيب الفعل الماضي أشوف إذا كان في زيادة أرميها بره. خلاص كده رميت الزيادات، وصلت لحروفي الأصلية، هي دي مادة الكلمة، وهي دي الباب والفصل اللي أنا عايزهم. طيب في كلمات تانية فيها حرف أصلي وتم حذفه، والكلام ده شفناه واحنا بنشتغل الميزان الإيه؟ الصرفي. كنا بنعمل إيه؟ كنا بنحذف في الميزان الحرف اللي قصاده، حد فاكر؟ تمام. طيب أنا دلوقتي في الكشف المعجم مش هقدر أحذف، أنا هرجعه تاني. إديني مثال كلمة زي كلمة اقضي، هنكشف عنها فين؟ تمام؟ هنرجعها لأصلها. سامع حد فيكم أهو؟ أهو صح، هنرجعها لأصلها، يبقى إيه؟ قضاء. طب وبعدين نكشف عنها في إيه؟ باب القاف فصل الضاد مع مراعاة الياء، وممكن أقول مادة قاف ضاد ياء، تمام؟ طيب كلمة تانية زي كلمة يجب، مين يقول لي؟ يلا ها هنكشف عنها فين؟ نفكر دقيقة كده، نفكر دقيقة ونبدأ نشوف. طيب اللي قال لي يه جيم ب للأسف ده غلط، ده كده غلط للأسف، خطأ. أمال فين؟ الماضي منها إيه؟ الماضي هيبقى وجب. جميل جدا. يبقى حروفي إيه؟ يبقى في مادة، أقوم حاطط كده أهو نقطتين وفاتح القوس، أقول له الواو شرطة، الجيم شرطة، الباء. ها ينفع الكلام ده؟ حد مش فاهم؟ اللي مش فاهم يقول انا موجود اهو. تمام. طيب لو رحنا عايز اكشف عن كلمة نقول مثلا ايه، استقم، اس تقم، تمام استقم، مين يقول؟ يلا ماضيها ايه؟ الماضي هيبقى عندي ايه؟ استقامة. فين حروف الزيادة؟ هنشيل مين؟ هنشيل است، هنشيل است دي كده زي ما انت شايف، هيفضل عندك مين؟ قامة. تمام. هتقول لي اكشف عنها في مادة القاف شرطة الالف شرطة الميم، تفاجأ اني بقول لك خطأ. ازاي يا مستر؟ هنا بقى ده يجرني للايه؟ للمشكلة التانية في الدرس ده. المشكلة هنا ايه بقى؟ المشكلة دي مهمة قوي، خدوا بالكم، خدوا بالكم، للناس كتير بتقع ايه فيها. حروف العلة اللي هي حروف واو الف ياء، المعجم ما بيعترفش بالالف، ما بيعترفش بالالف نهائي 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 خالص. يقول لك الالف دي اصلها يا اما واو اهي شايفها، يا اما واو اهيت، يا اما ياء. طب وانا هعرف منين اصلها؟ انا مال انا ايه وجع القلب ده؟ معلش استحمل شويه، هي حاجه مفروضه عليك ولازم تتعلمها ودرس مهم جدا. طيب تساعدني يا مستر شويه؟ هقول لك يا سيدي ماشي. هنعمل ايه هنا؟ هنقوم جايبين الفعل المضارع. المضارع بيساعدني كتير، بيساعدني كتير جدا. فلما باجي مثلا على ماده، على فعل زي قال، قال فعل قال ماشي، في ألف في النص اللي هي استقالة، عايز أنا أجيب حرفها الأصلي أو عايز أجيب المضارع بتاعها، تمام؟ لو أنا جيت أتكلم عن قال، لو قلت هكشف عنها في مادة قاف ألف لام هيقول لي غلط. طب أعمل إيه؟ قلت لك حالا هنجيب المضارع، هنجيب المضارع، المضارع بتاعها مين؟ يقول، يقول. معنى كده اننا هنكشف عنها في باب القاف فصل الواو مع مراعاة اللام، او تمام، او ايه بقى؟ مادة
القاف والواو واللام. تمام كده يا جماعة؟ طب انا اتلخبطت يا مستر، مش فاهم حاجة. بص يا سيدي، لو انت بتجيب حروف الاصلية للكلمة ولقيت فيها الف، فيها ايه؟ الف، سواء في اولها زي قال وباع ماشي وصام ونام، خلاص دي بعمل فيها ايه؟ اوعى تكتبها في الاصل بتاع الكلمة، لازم ترجع الالف ديت يا اما واو يا اما ياء. طب الكلام ده ازاي؟ الكلام ده عن طريق الفعل المضارع. ماشي، هتديني امثلة، هقول لك مثلا قال باع صام دام. تمام، لما نجيب المضارع بتاعها لنفسه ايه؟ يقول يبيع يصوم يدوم. تمام، معنى كده ان حروفك الاصلية هنا ايه؟ ماشي، حروفك الاصلية هنا ايه كلها؟ حروفك الاصلية كلها واو اهي، تمام، يه اهي، شايفها كويس، واو تانية اهي، واو تانية اهي. تمام، فيها صعوبة ديت؟ ما اظنش ان فيها صعوبة. انا تاني هتقول لي متلخبط، سامع حد بيقول مش فاهم؟ يا سيدي والله ما في مشكلة، انا بقول لك لو الفعل الماضي فيه الف والف اصلية يعني من الحروف الاصلية، اوعى تكتبها في الكشف المعجم، المعجم ما بيعترفش بيها، رجعها لاصلها. هتقول لي اعرف اصلها ازاي؟ هقول لك اصلها يا اما واو يا اما ياء. تمام، ماشي كده. طيب هتيجي فعل زي الفعل نال، خد بالك من الفعل ده نال، عايز اجيب المضارع منه، المضارع منه هيكون ايه؟ تمام، المضارع ينال، الله، طلع برضو الف، شايفه اهو، طلع برضو الف، الف اهو اهو. طب وانا ساعتها بقى اعرف ازاي؟ اعرف ازاي؟ قال لك هات حاجه اسمها ايه بقى؟ حاجه اسمها المفعول المطلق. عارف المفعول المطلق؟ هتلاقي بقى ايه؟ ينال نيلا، نيلا، شايفها كويس؟ ايه اللي حصل فيها؟ ها، ايه اللي حصل لو انت شايف كويس؟ الالف اتقلبت ايه؟ ياء، الالف اتقلبت ياء، نيلا نيلا. تمام، يهمني دي قوي. يبقى معنى كده لو انا جبت المضارع ولقيت المضارع برضو الف زي ما هو، هات يا سيدي المفعول المطلق، هات مين؟ المفعول المطلق. فهتلاقي نفسك كلمة نالة دي هنكشف عنها في ايه؟ في مادة النون شرطة اليه شرطة اللام. تمام، هتبقى ايه؟ نيلة مش نيلة، واخد بالك انت معايا؟ سامعك عبد الرحمن، مش نيلة، نيلة. تمام، تمام، ماشي الحال. لحد هنا في مشكلة؟ طب عندي فعل زي يسيل، عايز اكشف عنه في المعجم. تمام، اعمل ايه؟ اول حاجة نجيب الماضي، الماضي سالة. تمام، المضارع بتاعه كده كده يسيل اهو، يعني هو مديك المضارع وطالع في المضارع ايه؟ يا خير وايه؟ خير وبركة، خير وبركة، مش هقعد الف وادور فيها كتير. يبقى هي سا يا لا، المضارع طلع الف، نعمل ايه تاني؟ قلنا مرة واتنين. تمام، هنرجعها نجيب المفعول الايه؟ المطلق اهو، المفعول المطلق زي سعى يسعى سعيا اهي، طلعت يا اهي، شايفها كويس؟ فنقول مادة السين والعين والياء. طيب خد بالك بقى من الكلمات زي دي، لو انا مديك فعل ماضي او اسم واخره الف مد، شايف الف المد؟ زي رضا، علا، سما، وركز في اللي بقوله، كل ده كل ده اقلبه ايه؟ هنقلب الالف ايه؟ نقلب الالف واو،
يبقى اصلها ايه؟ اصل الالف دي ايه؟ واو. واو ازاي؟ هبص رضا رضا وا على على وا سما سما وا تمام؟ فاهمين؟ طبعا في كلمات كتيرة هتقابلني صعبة وده أمر طبيعي جدا ومتوقع لأن لحد ما تخلص ثانوية عامة والكشف المعجم بيجي أساسي معاك تمام؟ زي كلمة إيه؟ اضطراب اضطراب تمام؟ مالها كلمة اضطراب دي؟ أعمل فيها إيه؟ أكشف عنها في المعجم إزاي؟ هنجيب الماضي. طب الماضي يا مستر تمام؟ اضطرب. فاكر الملحوظة؟ قلت لك ملحوظة. ايه بقى هي؟ لو الفعل الماضي خمس حروف زي مين؟ زي اضطرب اهو، خمس حروف اضطرب، اوله الف تمام، وتالته طاء. الطاء دي يا سيدي كانت اصلا تاء من حروف الزيادة اللي احنا خدناها، مزيد بالالف والطاء، ارميهم بره، يفضل عندك مين؟ ضرب. كلمة زي كلمة ميدان تمام هتبقى ايه؟ ما يا دا. كلمة زي كلمة مدينة هتبقى ايه؟ ما دانا. هتقولي بس انا مش عارف الكلمات دي جت ازاي؟ هقولك انا معترف معاك انها صعبة، انها ايه؟ صعب. طب في حاجة نساعدك بيها؟ طبعا لو فتحت المذكرة اللي في ايد حضرتك في اخرها تمام، في اخر شرح النحو قبل القطع قبل الامتحانات، هتلاقي جدولين. الجدولين دول مجمعين فيهم حوالي 250 كلمة من أصعب الكلمات اللي ممكن تقابلش واللي بتفضل معانا فيها مشاكل كتير جدا 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 تمام. هتلاقي الكلمات دي موجود فيها. طب وهتقول أنا أحفظ ده كله؟ يا سيدي ما تحفظوش. إيه المشكلة لو أنت كل يوم اتسليت كده وقمت قاري لك مثلا 10 15 كلمة في أسبوع؟ هتكون قاريهم كلهم 10 15 كلمة وتشوف الكلمات الغريبة. الكلمة اللي أنت عارفها عديها، الكلمة الصعبة لا نقف عندها شوية تمام. طيب في برضو كلمات بتقابلني شوية محتاجة ايه؟ شغل، زي كلمة سمة وكلمة صفة وكلمة هبة تمام. سمة وصفة وهبة دول يا ترى نكشف عنهم فين؟ ركز معايا شوية. هتلاقي افعالك الماضية منها ايه؟ وسام وصافا وهبا. ماشي كده معايا؟ يبقى انا وصلت ان انا هكشف عنها في المواد دي او في مادة الواو والسين والماء والميم ومادة الواو والصاد والفاء ومادة الواو والهاء والباء. فيها صعوبة؟ انا لحد دلوقتي مش شايف صعوبة. طيب هيقابلني كلام صعب شوية. ماشي، افرض يا مستر ان انا جيت اكشف عن كلمة زي كلمة علماء. علماء سهلة، سهل على نفسك. لو انت عارف فعلها الماضي على طول هيكون علمة، خلاص دي معروفة. يبقى انا هكشف عنها في ايه؟ مادة عين لام ميم تمام؟ حلو. طيب هيقابلني كلمة زي كلمة مثلا، عايزين كلمة صعبة شوية، نقول مثلا ايه؟ استكشافات. طيب سهل على نفسك، هات على طول الفعل الماضي. الفعل الماضي هيطلع عندك ايه؟ استك شاف. انا سامعكم بتقولوا حروفها اصلا قبل ما الحق اكملها. هشيل مين؟ هشيل است ديت، هشيل است دي خالص اهيت، ويفضل عندي مين؟ خلاص انا وصلت مادة ايه؟ كاف شين فاء. حلو الكلام ده؟ انا مش شايف فيه صعوبة لحد دلوقتي. انا بنكرش ان الدرس فيه حتت صعب وفيه تكات تمام؟ ماشي كده. طيب لو انا عايز اكشف عن كلمات، بعض الكلمات الغريبة شوية،
ماشي، زي كلمة استفادة. لا دي سهلة برضو، هتقول لي يستفيد يبقى هكشف عنها فايدة، تمام؟ فيه ي دال. طيب عايزين كلمة مثلا زي كلمة اتصال، ها عايز اكشف عن اتصال، ودي فيها شوية حاجات كده، هتجيب لي الماضي ايه؟ اتصل. اتصل، حلو حلو الكلام. هتقول لك اتصل ده مزيد بايه؟ خد بالك بقى من الملحوظة اللي جاية دي واحفظها كويس، عشان دي فيها مشكلة سواء في الكشف المعجم او في الميزان الصرفي. لو الكلمة عندك اتصل، اتصل دي كام حرف؟ هتقول لي اربعة، هقول لك لا. ليه؟ لو رجعنا مع بعض كده اهوت زي ما انت شايف، هتلاقي التاء دي عليها ايه؟ شدة. اتصل، اتصل دي عبارة عن ايه؟ الف تاء تاء صاد لام. طب وانا اعمل فيها ايه دي؟ اعمل فيها ايه؟ لما نحذف منها الالف والتاء التالتة يبقى في عندك تصل. ايه ده؟ هو في حاجة في اللغة العربية اسمها تصل؟ انا هقول لك، التاء دي اصلا كانت واو. هتقول لي جت ازاي يا مستر؟ هقول لك ده مش شغلتك، ده انت هنا في حاجات صعبة عليك. يعني ايه صعبة عليك؟ يعني في حاجات مش هنبدأ ناخدها غير لو تخصصنا في اللغة العربية في الكلية، التحويل وقلب الحرف الواو تتقلب ايه؟ تاء. طب انا سائل على نفسي ايه؟ في كام كلمة كده انا محتاج احفظهم بنفس الشكل ده، زي اتصل واتجه واتحد. هكتبهم لك حاضر اهمت. عندك اتحد وعندك اتجه، الكلمات دي او كلمة اتجاهات. هنكشف عن الكلام ده فين؟ الكلام ده كله هتلاقي نفسك بتكشف عنه في ايه يا سيدي؟ في واحدة، تمام؟ في واجهة، زي اللي فوقيها على طول هتبقى وصلا. وصلت كده؟ دي كلمات صعبة شوية، حتى في الميزان الصرفي. في الميزان الصرفي لما اجي اوزنها التاء دي بينزل مكانها الفاء، يعني اتجه واتصل واتحد. خد بالك من اللي جايه دي، في الميزان الصرفي هتبقى عندي ايه؟ هتبقى افتعالا. التلاتة، اتجه اتصل اتحد، هتبقى ايه تاني؟ افتعالا. في صعوبة في الكلام ده؟ يا رب ما يكونش الكلام فيه صعوبة، ويا رب يكون الكلام واصل. ومعلش احنا ممكن يبقى فيه مشكلة عندي، لان دي اول مرة نجرب الموضوع ده، تمام؟ طبعا عندي كلمة غريبة، الكلمة دي عاملة مشاكل في ثانوية عامة كمان. كلمة ميناء عايز اكشف عنها في مادة، يا ترى ايه؟ اسمع من حضراتكم الردود بعد كده، بعد ما نسمع الدرس. وزيها كلمة تاريخ هكشف عنها فين؟ برضو اسمع الردود من حضراتكم برضو بعد الايه؟ ما نسمع الفيديو او نشوف الايه؟ الفيديو. ويا رب يا رب يكون جايب نتيجة كويسة ونكون قادرين نتواصل. طبعا بعد ما هرفع الفيديو مستني اسئلتكم، مستني تفتحوا الكتاب تبدأوا تحلوا وتطبقوا، تمام؟ ونشوف الاسئلة اللي جاية في الامتحانات، يعني يا ريت نطلع امتحانات المدارس نبدأ نشوف الكشف المعجم جاي عامل ازاي، يا ترى صعب ولا سهل، تمام؟ بس قبل ما اختم في عندي ملحوظة مهمة اوي، ملحوظة هم، اللي هي ايه بقى؟ في كلمات اصلها يا بتلاقيها مكتوبة عندك حرفين، نعمل فيها ايه ديت؟ ما تعملش حاجة، ما تدوخش نفسك كتير، تمام؟ زود لها واو، زود لها واو. زي مين؟ زي كلمة اب، كلمة اخ، كلمة ايه؟ اب وكلمة اخ، دول اعمل فيهم ايه؟ قال لك يا سيدي ما تتعبش قلبك كتير، عايز تكشف عنها في المعجم هتقول له مادة، تمام؟ ومفتح القوس بتاعك، ادي الهمزة زي ما هي، اسمها الهمزة ما اسمهاش الالف، وادي الباء زي ما هي، وحط لي واو ايه؟ زيادة، وحط لي واو زيادة، تمام؟ نفس الحكاية في كلمة اخ، الف الهمزة يعني، ما تقولش الف تاني، الخاء
ثم الواو. عندك كلمة زي كلمة شفا اللي هي بالتاء الايه المربوطة، شفا. شفا ديت شفة، خلاص. دي المفروض ان انا بكشف عنها في ايه؟ في عندك حاجتين، والحاجتين العلماء اجازوهم. يعني في ناس قالت ممكن تبقى شين وفه، تمام، واو منها كلمة شفوي، تمام. لكن الاصوب، الاصوب والاصح ان اقول شين وفه وه اللي هي شفها. حتى لما بنيجي نجمع بنقول شفاه، شفاه. يعني بتيجي تجمع بتقول ايه؟ شفاه، بترجع الهاء تاني، ترجع الهاء تتحط تاني، تمام؟ ماشي يا جماعه. طيب هيقابلني بعض الكلمات الرخمه زي كلمه سماء وكلمه بناء وكلمه دواء وكلمه رجاء. ها نعمل فيهم ايه دول؟ هنجيبهم ازاي؟ هتجيب فعلك الماضي برضو. يلا مين اللي هيقول لي؟ ها عايز اسمع كده، يا ريت اسمع اجاباتكم برضو. هتكون في ماده ايه؟ ماده ايه؟ انا مستني منكم، مستني كلام. يلا نجرب ونشوف ماشي الحال. اتمنى الموضوع يكون واصل. انا مش يعني انا عارف واعذركم، معلش الموضوع كان مفاجئ لنا كلنا، بس احنا بنحاول ما نكنسلش. وطبعا مش كل مرة هتبقى نحو، في مرة تانية باذنك يا رب. المفروض عندي النص، انا هحاول اقفل منهج شهر مارس بحيث ان هما ربنا كريم، انا مش عارف هيلغوا ولا لا، بس اللي انا شايفه دلوقتي ان بيقول الامتحانات في ميعادها، وان مفيش حاجة هتتلغى، وان نحاول نتواصل مع الولاد في المدارس. اما نشوف، ادينا رايحين المدرسة بكرة، نشوف هنعمل ايه. لحد ما اشوفكم على خير باذن الله، توحشوني. يلا سلام عليكم.